بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن افتتاح هذه الصورة ألا هي صورة الأنعام، وهي صورة من صور القرآن المكي كما ذكرنا، وأن هذه الصورة بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وتعرف العباد بربهم سبحانه. افتتحت هذه الصورة بقول الله سبحانه: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يسوون بين الخالق والمخلوق، يسوون بين الخالق والمخلوق، فصرفوا العبادة للمخلوق ولم يصرفوا العبادة للخالق سبحانه وتعالى. لذلك حنقرأ دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال وكما بين سبحانه: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يبقى لا يساوي بين الخالق والمخلوق. نقول الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، والرب سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وما دون الرب المعبود سبحانه وتعالى فهو مربوب لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك بنقرأ دوما هذه القضية الأساسية، وهي الكلام عن الخالق سبحانه وتعالى، حتى يستقر في النفوس أنه لا خالق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس هناك من يشابه الرب ولا يمثله ولا يسويه. قلنا خاصة في هذه الصفة، صفة الخلق، والكل يعترف لله سبحانه وتعالى بأنه الخالق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى نقول انظر إلى هذه القضية وكيف أن الله تعالى يفصل لنا في هذه القضية. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نقول فمن كل الجهات نقول هؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا ولا يستحقون أن تصرف لهم العبادة، فهذه مخلوقات من مخلوقات الرب سبحانه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبقى نقول هذه القضية الأساسية، نقول أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وبالتالي لو لم تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى فقد صرفت لذلك المخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ليس لهم مسوغ في أن يسووا بين الرب المعبود الخالق سبحانه وتعالى وبين ذلك المخلوق، ولكن نقول التعنت والعناد الاستكبار عن قبول ذلك الحق. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه القضية الأساسية التي لا بد أن تكون راسخة في القلوب، قضية البعث، وأننا سنبعث من بعد موتنا، وأننا سنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن حياة الإنسان في الدنيا هذه الفطرة العمرية التي يحياها يبقى للقيام بمهمة ألا هي
القيام بتحقيق العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وكما ذكرنا أن خلق الإنسان في حد ذاته لدليل قوي على إثبات البعث. نقول خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل الإنسان دليل قوي على إثبات البعث، لأن الله تعالى خلقنا من عدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو الذي خلقكم من طين، دي بداية خلق الإنسان، كما هو معلوم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام من طين، ثم نفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك خلق حواء، وحدث ذلك التزاوج بين الذكر والأنثى، فكان ذلك الخلق كثير، كما افتتحت سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. يبقى كل إنسان يعلم أن له أجل، نقول أجل محدد نحيا به في الدنيا للقيام بهذه المهمة. مهما طال عمر الإنسان أو قصر عمر الإنسان، الكل مطالب بتحقيق هذه المهمة التي خلقنا من أجلها، ألا وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، وأجل مسمى عنده. يبقى هذا يوم القيامة يوم الفصل، والله تعالى يفصل بين العباد ويجازي العباد على حسب ما قدموا من أعمال. ثم أنتم تمترون، مفيش مجال أبدا لكي نشك في البعث من بعد الموت. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نقول الإجابة أتت أولا، وبالتالي كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لما لو نظر الإنسان إلى نفسه لعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. فقد ابتدأ الخلق، نقول أو أن الله تعالى بدأ الخلق من عدم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الحكيم العليم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نقول لا تخفى على الله تبارك وتعالى خافية، لا تخفى على الله سبحانه وتعالى خافية، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل عليم بذات الصدور، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وكل ذلك مكتوم في اللوح المحفوظ. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأن الإنسان سيجازى يوم القيامة على حسب ما قدم من أعماله، على حسب ما قدم من أعماله. وأن الله تعالى أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ عمل الإنسان ويكتبون على العبد كل ما يصدر من ذلك العبد من قول أو من فعل، وأن العبد يجازى على ذلك يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه.
والسلام، والله رؤوف بالعباد. يبقى نقول يوم القيامة تنشر الدواوين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأن الله تعالى يجازي العباد على أعمالهم، يجازي العباد على أعمالهم، سيجازينا سبحانه وتعالى على ما قدمنا في حياتنا من أقوال أو أفعال. فكل قول صدر الإنسان، كل فعل صدر الإنسان، كل ذلك بيسطر عليه، ثم تنشع الدواوين يوم القيامة ويجازى على حسب هذه الأعمال، إن كان خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بتأتي الآيات لكي تبين استكبار وعناد نقول المكذبين، كيف أنهم يكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى مع وضوح الآيات. نقول الآيات ليس فيها إبهام وليس فيها إشكال، آيات نقول بينات واضحات، ونقول دلائل وبراهين ساطعة، ولكن أغمضوا يعني الأعين عن رؤية هذه الآيات، وما يضرون في ذلك إلا أنفسهم، لا يضرون الله سبحانه وتعالى شيئا، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى نقول الآيات كلها آيات بينات واضحات ساطعة، يبقى نقول الآيات بترشد إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك نراه من عظمة هذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نقول ليس هناك مسوغ للإنسان لكي يكفر برب سبحانه وتعالى، ليس هناك مسوغ للإنسان لكي يكفر برب سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، ما الذي فعل ذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. كلها آيات دل على وجود الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته كما هو متفرد في إلهياته وفي أسماء وصفاته. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى التولي والإعراض. نقول لصالح من لما يفعل الإنسان كده يستمع للآية ثم حال حال المستكبر كأنه لم يسمع إلى الآيات، نقول لصالح من يعمل ذلك الإنسان؟ صالح من؟ صالح نفسه أم لصالح الشيطان؟ فعلى ذلك نقول لماذا يكون التولي والإعراض عن آيات الرحمن عندما نستمع إلى الآيات؟ فالآيات ترشد الإنسان إلى طريق ربي المستقيم الموصل إلى الجنة. نقول دوما كده ننظر إلى القرآن، هذه رسائل رب سبحانه وتعالى إلينا. إيه نقول هذه الرسائل؟ تقود الإنسان إلى الجنة، لا تقود الإنسان إلى النار، ولكن أتت لإنقاذ الإنسان من النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الجنة وبين لنا الطريق الذي لو سلكه الإنسان أوصله إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. كيف السبيل لكي نصل إلى دار الكرامة والرضوان، دار السلام، دار المقامة؟ كيف السبيل؟ أقول لك بتطبيق التعليمات والإرشادات المستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التولي والإعراض نقول لا يعود بالمضرة إلا على هذا الإنسان. يبقى المكذب بآيات رب سبحانه وتعالى، الجاحد بآيات رب سبحانه وتعالى، الذي تولى وأعرض عن قبول ذلك الحق، يبقى لا يضر إلا نفسه. لذلك وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى نقول ما هي النفسية؟
التي نستقبل دوما من خلالها كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان انا اساسا يبقى مهيئ ان استقبل كلام الرب سبحانه وتعالى واترجم ذلك الى واقع حياه. نقول يقين الانسان ان القران لا يقود الانسان الى النار ولكن لا يقود الانسان الى الجنه. ويقين الانسان انه لو خالف هذه التعليمات نقول على ذلك لا يصل الى الجنه باي حال من الاحوال. الوصول للجنه ودي مبتغى ومقصد الانسان يبقى لا يكون الا بتطبيق التعليمات. يعني على ذلك لا تترك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. نقول لا تترك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى الا ولا بد ان نعمل من خلال مدلول تلك الايات لانها بتقود الانسان الى الجنه. كل طاعه بيفعلها الانسان تزود فرصه الانسان الى الجنه. وبالتالي نقول كل معصيه بيفعلها الانسان بتزود فرصه هذا الانسان الى النار والعياذ بالله. يبقى نقول المعصيه خطوه يخطو بها الى النار والطاعه خطوه يخطو بها الى الجنه. فلصالح من لو تولى واعرض الانسان عن قبول الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هذه سورة المعرض أهو. يبقى هذه سورة المعرض كأن لم يسمعها حاله كأنه لم يستمع إلى الآيات فبشره بعذاب أليم. يبقى ليس له إلا النار. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سواء كانت هذه الآيات في الكون المنظور المشهود أو هي آيات الرحمن التي نتلوها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين يعني لماذا بيأتينا كلام الرب سبحانه وتعالى ونظر الإعراض والتولي لماذا ذلك الأمر؟ فما لهم عن التذكرة معرضين. احنا بنذكر بكلام الله سبحانه وتعالى وبنذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعمل من خلال ذلك الأمر. لكن لما كنت تولي الإعراض لماذا لا تستمع؟ لماذا لا تركب هذه النفسية داخل النفس أن أهيئ لاستقبال الكلام وأطبق هذا الكلام؟ ليست عبارة عن ثقافة ما أيسر أن احنا نتكلم في الدين ولكن المطلوب هو أن نطبق هذا الدين. معالم الدين التي نتعلمها نطبق ذلك في واقع حياتنا. تعلمنا أن الله تعالى أمر بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا ونهى عن كذا. المطلوب المطلوب أن أنا بستقبل الأمر لكي يطبق وأستقبل ذلك أنني لكي أبتعد وأنحي نفسي عن الوقوع في الزلل أو المخالفات. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يبقى نقول انظر إلى هذا المثل الذي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى ذلك المثل الذي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك في نقول بتجد أن البعض بعد انصراف الإمام من الصلاة وكأنه مخافة أن يحبس في مجالس العلم تراه يعني سريعا ما يخرج. لماذا؟ يخشى على نفسه أن يجلس في مجلس العلم لكي يتعلم من كلام رب سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه. يبقى ده مثل بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف فرار هؤلاء من الرحمات. يغلقون على أنفسهم باب الرحمة. هذه باب الرحمات رياض الجنة باب الرحمات هذه اللي توصل الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وتعرفه بربه المعبود وتعرفه بما هو المطلوب منه. فلذلك فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى نقول لهؤلاء قل انتظروا إن منتظرون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عما قريب سيلاق ذلك الأمر كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. هل تنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى نقول عما قريب. فكل ما هو آت فهو قريب فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولكن لما حيشاهدوا ويعينوا ذلك الأمر نقول أمنية هؤلاء ما هي الأمنية كما سأيضا تأتي في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المهم. الفرصة كانت أمامنا، كنا في حال الساعة والعافية. ونقول أن الرسل دعوا القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوا القوم إلى طريق ربهم المستقيم، وبيّنوا لهم المنهج. ونقول أن الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى بيّنوا ذلك المنهج للناس، ولكن نقول يعني اختار أن يكون معرضا ومتوليا، وبالتالي لكن لما يعين عند ذلك نقول كانت الأمنية، لكن حيث لا ينفع التأسف والندم. يبقى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قل انتظروا إن منتظرون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نوكل لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يبقى لابد أن احنا نقرأ السنن الكونية قراءة جيدة، ونقف على حقائق الأمور، والإنسان يعتبر بغيره، فلا تكن أنت العبرة لغيرك، ولكن أنت تعتبر بغيرك، تتعظ، إن في ذلك لا عبرة وعظة، نتعظ بما حدث للأمم السابقة. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ولكن نقول ما اعتبروا لذلك الأمر، ما اعتبروا. عشان لذلك احنا بنقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك الأمم السابقة أهلك هذه الأمم بسبب ما يرتكبون من معاصي ومخالفات، لذلك فأهلكناهم بذنوبهم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى كذب الدمار والهلاك على الأمم السابقة، يبقى ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. يبقى نقول فيها ان احنا اعتبر واتعظ بما حدث لهذه الامم، فما كتب عليها الدمار والهلاك الا بسبب الذنوب والمعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد، ان في ذلك لايه لمن خاف الاخره. يبقى نجد اللي بيعتبر بكده مين؟ اللي هو خايف من الآخرة. يبقى نقول رؤية الآخرة بالنسبة له رؤية يعني وكأنها رؤية بصرية، يرى الآخرة، يستصحب يعني هذه المشاهد معه في كل جزئيات حياته. يبقى كما بين ربنا سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى ننتبه، والإنسان لازم يقرأ في السنن الكونية، نقرأ كده واعرف لماذا أهلك الله عز وجل قوم نوح، ولماذا أهلك الله عز وجل عاد قوم هود، ولماذا أهلك ربنا سبحانه وتعالى ثمود قوم صالح. يبقى يا ترى هل القصص ده كان من باب التسلية والتسلية؟ ده لأخذ العبرة والعظة، لنقف على حقائق الأمور. لماذا أهلك الله عز وجل قوم نوح؟ ما هو السبب؟ لماذا أهلك ربنا سبحانه وتعالى عاد قوم هود؟ ما هو السبب؟ يبقى نقول حتى لا نفعل أفعال هؤلاء، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع. يبقى احنا ننتبه، يبقى دي عبرة، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة، نتعظ ونعتبر. ولذلك ألم يروا كم أهلكنا من قبل. يبقى اقرأ في السنة الكونية والوقوف على حقائق الأمور حتى تعتبر بما حدث الأمم السابقة، فلا تكن أنت عبرة لغيرك، ولكن تعتبر بما حدث للأمم السابقة. ولذلك لا يستفد بذلك إلا المؤمن كما قال الله تبارك وتعالى، إلا الذي يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى ويعد العدة لأمر الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى اللي بيخاف يبقى عرف أن الله تبارك وتعالى أهلك هؤلاء لماذا. وإحنا بنقرأ ذلك في صور كثيرة من القرآن، إن هؤلاء لم يأخذهم ربنا سبحانه وتعالى إلا بسبب المخالفات، انحرفوا عن المنهج وانحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، انشغلوا بعطايا الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل أغدق عليهم من جميع النعم، ولكنهم نقول على ذلك هؤلاء يبقى انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة. إن الذين لا يردون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آل في الآخرة مأواهم فين؟ يبقى لا تنظر إلى المتناعمين المترفين في الدنيا انشغلوا بهذه العطايا عن الأمر الأساسي هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الأمم السابقة، أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى نقول على ذلك فكر، فكر في الأمم اللي هي كانت بتعيش على هذه الأرض وعلى في تلك الديار، أين هم؟ كيف رحلوا؟ لماذا كتب الله عز وجل الدمار والهلاك؟ يبقى كل ذلك بسبب المعصية، بسبب الذنوب، بسبب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان احنا نعي ونتعلم من ونقرا قراءة جيدة في السنة الكونية ونقف على حقائق الامور. احذر من ارتكاب المعاصي والذنوب، قلنا حتى لا نستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى كما كتب الله عز وجل دمار وهلاك على تلك الامم بسبب الذنوب. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. يبقى نقول عطايا الدنيا ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من عطايا الدنيا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لذلك حنقرأ في سورة أيضا الأنعام، ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نقول القلب قاسي، ختم الله عز وجل على هذه القلوب ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى الآية ما تمرش هكذا، ولكن نقف مع الآية عشان نعرف السنة الكونية. ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالمطلوب أن احنا نعتبر بما قص الله عز وجل علينا من أحوال الأمم السابقة. يما لما بيجي نقرأ كده عن قوم نوح ما تنتقلش من قصة قوم نوح إلى غيرها، فيكونش همي هو قراءة القصة وبالتالي أعرف أقف على أحداث القصة ويبقى لكي نحكي القصة، ولكن نقول فيها العبرة والعظة. الله تعالى هو الذي تولى بنفسه أن قص علينا ذلك القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر كده في القصة، هذه قصة نوح عليه السلام مع قومه وماذا حدث، ونقول دعوة نوح عليه السلام لقومه، وأن نوح عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعرف القوم بربهم سبحانه وتعالى، عرفهم بربهم سبحانه وتعالى، ولكن نقول كان التعنت والاستكبار أنهم ردوا هذه الدعوة على نوح عليه السلام واتبعوا أهواءهم. فعند ذلك أنزل الله عز وجل عليهم الغضب والرجز وأهلكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول بسبب إيه السبب؟ أقف كده على السبب، وبالتالي حتى لا أقع فيما وقع فيه القوم، حتى لا أقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم، لا أقع في هذه المخالفة، وإلا هذه المخالفة هي التي استجلبت على القوم ذلك العذاب والعقوبة من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فلذلك إحنا إنسان ينتبه، يبقى ما يكونش هم إن أنا يعني قرأت قصة نوح عليه السلام وبعدين أنتقل إلى قصة بقى يعني هود مع قوم عاد وماذا حدث وما الدعوة التي دعا بها أو دعاهم إليها هود عليه السلام وماذا كيف ردوا الدعوة وانتهت القصة. يبقى قصة كده كلها نقف عليها، إن في ذلك الآية عبرة وعظة، عبرة وعظة. إيه العظة اللي أنا أخذها من ذلك القصص؟ ذكرنا قبل ذلك بالنسبة للمرتكزات لما تكلمنا في بداية سورة البقرة كيف نتعامل مع الأمثال وكيف نتعامل مع القصص، يبقى لابد أن يكون في عبرة وعظة.
يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لازم أعقل الأمر أفهمه وأخذ التوجيه والإرشاد. طب إيه المطلوب حتى لا أقع فيما أقع في هؤلاء القوم؟ يبقى القصة كذلك، يبقى القصة دي فيها عبرة وعظة. يبقى إيه العبرة والعظة اللي أنا أخذها؟ يبقى حتى لا أقع فيما أقع هؤلاء القوم، حتى لا أستجلب غضب ربي سبحانه وتعالى كما هم استجلبوا ذلك الغضب بعصيانهم ومخالفتهم لربهم سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الاقتراحات دائما هم يواجهوا هذا الأمر إزاي؟ عن طريق الاقتراحات. اقتراحات وكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى طبع على قلوب هؤلاء، فمهما تأتيهم من آيات فإنه لا سبيل أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم، كما قرأنا في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى نقول لا مسلك الإيمان لكي يصل إلى قلوبهم. إيه السبب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى عطلت منافع هذه الحواس، ودي الحواس اللي احنا نستبصر خلال الهدى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي الأدوات اللي احنا أساسا من خلالها بنصر الهدى. يبقى لكن ربنا سبحانه وتعالى ختم على القلوب دي وطبع الله عز وجل على القلوب، وبالتالي لا يفهمون ولا يفقهون. يبقى مهما تتكلم معهم لنقول الإيمان لا يتسلل لقلوبهم. لماذا؟ لأن نقول باب القلب مغلق، فنقول لا يتسلل من خلال الإيمان. طبع الله عز وجل على القلوب. ولذلك أيضا حنقرأ يعني في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى نقول يا ترى لماذا؟ يبقى الكل بيسمعه لكن ده حجب، حيحجب عنه أن يفهم معنى الكلام. كأن بالضبط كده أنت بتسمع كلام بغير اللغة التي يعني تفهم من خلالها. يبقى نقول المتكلم بيتكلم وأنا أسمع أنه متكلم لكن لم نفقه يعني الكلام الذي بيقوله. ليه؟ نقول لو كأنه بيتكلم بلغة أخرى فمش هنفهم، لأن احنا ليس لنا دراية بهذه اللغة. لكن نقول هو متكلم بنسمع الصوت، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى ترى ليه مش بيطبقوا؟ لأنهم نقول هم بيسمعوا سماع الإدراك لكن سماع القبول والإجابة مش موجود، لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وبالتالي لا يفقهون ولا يفهمون. لقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. حتى نقول لو هيسمعوا هتجد التولي والإعراض. لماذا؟ الكبر، الاستكبار عن قبول الحق كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إيه السبب؟ إيه السبب؟ الاستكبار، العناد، التعنت. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الله تعالى لو أنزل إلى هؤلاء يبقى كتاب مكتوب يبقى على ذلك أيضا لن يؤمنوا. نقول لأن نفسية هؤلاء هم لا يبحثون عن الحق. يبقى الباحث عن الحق دائما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الطريق الذي يصل من خلاله إلى ذلك الحق. ولذلك إحنا استمعنا إلى الآيات ذلك، وأن منه كما بين ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرب مودة الذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما
عرفوا من الحق، ده الباحث عن الحق. نتكلمنا قبل ذلك في قصة الجن أيضا، واصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، وإن الجن ده هم كما بيّن لما منعوا من خبر السماء قالوا في حدث، وبالتالي بدأوا يبحثون. يبقى الباحث عن الحق دائما ربنا سبحانه وتعالى لا يخزيه، الله عز وجل ييسر له الطريق الذي يصل من خلاله إلى ذلك الحق. يصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يبقى الأمر أو مش معرفة الحق فقط، ده احنا بنسعى لمعرفة الحق لكي ألتزم الحق. يبقى نقول هذا هو الصراط المستقيم وهذا الهدى، ان احنا نعلم الحق وألتزم هذا الحق. يبقى ليس بحث الإنسان عن الحق للوصول ان ده حق وانتهى، لا، ولكن العمل به. يبقى انا ببحث عن الحق لكي أعمل بهذا الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى نقول التطبيق، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى نقول يبقى الحق واضح وبين، لكن ده الاستكبار، ده العناد، ده التعنت. يبقى ده التعنت، نقول للنفسية اللي بيستقبل بها ذلك الكلام، يبقى نقول على ذلك يعني نفسية المعرض المتولي عن أمر رب سبحانه وتعالى، نقول الجاحد والمنكر للحق ليس بنفسية الباحث عن الحق، هذه نفسية الباحث عنه. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني مما عرفوا، يبقى عارفين عندهم معايير، فهذا هو الحق. فبالتالي الحق ده احنا بنوصل إليه عشان نتبعه، مش بوصل إليه عشان أقول هذا هو الحق. ويبقى دي قضية، مش المطلوب إثبات أن ده حق فقط، ولكن ده أنا بسعى للوصول للحق لكي يطبق وألتزم هذا الحق. وإلا احنا بنقرأ في سورة الفاتحة، يبقى سورة الفاتحة نقول أن اليهود يبقى علموا الحق ولكن أعرضوا عنه، يبقى أعرضوا عنه، وبالتالي لكن المؤمن يبقى يعلم الحق لكي يتبع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نقول اليهود يعلمون الحق ولكن ماذا فعلوا؟ أنكروا وجحدوا ذلك الحق. يبقى مش القضية معرفة الحق فقط. في قصة حيي بن أخطب وياسر بن أخطب وأخوه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه فعلا النبي، قال هو يعني كما جاء في التوراة، فطب ماذا نفعل؟ قال عداوته ما حيينا أبدا. طب هو وعرفت أنه هو ده اللي نص عليه التوراة، هو ده النبي، وهذه دلائل النبوة موجودة، وعرفوا الكلام ده هو، يبقى إيه المطلوب؟ اتباع. لا، نقول لأنه هو بنفسية الباحث عن الحق لكي يتبع الحق. يبقى زي بالضبط كده بيقرأ القرآن عشان يخرج منه ويقول أن فيه تناقض، يبقى مش بيقرأ القرآن للهداية، ده بيقرأ القرآن لأمر آخر، بيقرأ السنة مش ليس الهداية، ولكن حتى يستخرج ويقول هذا مناقض لكذا أو كذا، يحاول ضرب الآيات بعضها ببعض. فنقول على ذلك، لكن الباحث عن الحق الله تبارك وتعالى يوفقه إلى ذلك، وربنا سبحانه وتعالى يسر له الطريق الذي من خلاله يصل إلى ذلك الحق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، اعملوا فكل ميسر لما خلق، سددوا وقاربوا واعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى على ذلك، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، بآيات يبقى دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، آيات دل أن ده حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هم نقول لا يستقبلون ذلك بنفسية الباحث عن الحق، ولكن ده بنفسية المجادل، بيسمع الكلام عشان يرد عليك، لكن بيسمع الكلام عشان يقف على الحقائق وبالتالي يعمل من خلالها. وإن يرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا هذا إلا أساطير الأولين. يبقى على طول يتهمون هذا، ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
يبقى نقول لو لمسوا الحقائق كده حنجد أنهم أرضا ينكرون ذلك الأمر، ولن تحدث الإفاقة لهؤلاء إلا ما لما يقفوا على حقائق الأمور يوم القيامة كما ستبين الآيات. ولو ترى إذ وقفوا على النار لما شاهدوا بقى وعينه قالوا عند ذلك قال يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وستأتي الآيات أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص يبقى المطلوب ان احنا نؤمن بالغيب لما الغيب اصبح شهادة عند ذلك يبقى حيؤمن بهذا الأمر نقول لا فات الأمر. لذلك التوبة العبد مقبولة ما لم يغرغر ما لم تصل الروح إلى الحلقوم ما لم تطلع الشمس مغربها. فإذا طلعت الشمس مغربها أمن الناس عندما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سأتي الآيات نقول في سورة العام في خواتيم الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو ما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك يبقى قالوا آدي خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. لما تطلع الشمس مغربها ويراها الناس يؤمنون عند ذلك حيث لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا. أو تطلع الشمس مغربها يغلق باب التوبة خلاص. يبقى لو الكافر ده قال شهد بشهادة التوحيد نقول لا يصلح. ده كما حدث مع فرعون عند الغرق بقى لما عين الغرق عند ذلك يبقى نطق بشهادة التوحيد ولكن نقول انتهى الأمر فات الأمر. وأنزلوا يوم الحصرة إذ قضي الأمر في غفلة هم لا يؤمنون. فإذا بلغت روح العلقوم يغلق باب التوبة أمام ذلك الإنسان وتطلق الدواوين وإن طلع الشمس المغربة نفس القضية. يبقى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلام هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.